تشهد العلاقات السياسيه بين القاهره وموسكو طفره كبيره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافه المستويات هذا وتحرص مصر وروسيا على فتح قنوات اتصال لمناقشه العديد من القضايا الاقليميه والدوليه علاقات تاريخيه تجمع مصر وروسيا، حيث احتفل البلدان هذا العام بمرور ثمانين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسيه بينهما، وهي العلاقات التي تشهد زخما كبيرا في مختلف المجالات على المستويين الرسمي والشعبي. وشهدت العلاقات السياسيه بين البلدين طفره كبيره عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه، حيث حرص على تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين على كافه المستويات خاصه السياسيه من وعززت زيارة الرئيس السيسي لروسيا واللقاءات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قوة ومتانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستويين الاقليمي والدولي، وتشاركهم في رؤية موحدة في مواجهة الارهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية. وتحرص مصر وروسيا على فتح قنوات الاتصال المتواصله لمناقشه العديد من القضايا الاقليميه والدوليه، فضلا عن التنسيق في العديد من القضايا الهامه خاصه تطورات القضيه الفلسطينيه والاوضاع في سوريا وليبيا ومجمل الاوضاع في المنطقه، وشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابه عن الرئيس السيسي في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادره الافريقيه المشتركه للمساهمه في تسويه الازمه الروسيه الاوكرانيه مع الرئيس بوتين في مدينة سان بطرسبرغ بحضور سامح شكري وزير الخارجية في شهر يونيو من عام 2023 حيث أكد دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية العلاقات المصرية الروسية اكتسبت قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس السيسي حتى أصبحت أكثر تميزا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار وقد ارتبطت علاقة مصر مع روسيا بالظروف السياسية على المستوى. المستوى الدولي التي كان لها دور كبير في التقارب المصري الروسي